الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عبد الله ابن رواحة وسحابي جيني لحذن يتضبعد والنبي رحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. الله نحرس ابن رواحة waxa uu jecel yahay majaalisu malaa'igtiisu ugu faantanto oo runtii khayrku uu ka dhacuu. Maanta saxaabigeen waa saxaabi adiib ah, sugaanyahan ah, aadna runtii u muujiyey dadaalo fara badan, hadday noqon lahayd macaarig iyo hadday noqon lahayd meyadiin kaleba. Kelmadihii ugu dambeeyey ee uu yiri تح وحاهيد دلعوديد وحاهيد أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. تحضن يوضو مركة في الريضة مركة وتوري وحا ويري وحاهيد مركي ودن بيسي جهات التيوان إمان دونتا يوضا فحفاصا وليهي وحان كل دارتي نفي إن دقالك iyo halka meydaanku uu yahay dagaalka iyo lagadka halku yahay inaad u daadegi doonto. La tanzilanna wa ala ragmi anfik, sandullay kuguta haddii kale waa lagu khasbaya. Mali araaki takrahina aljanna, wa maxaad jannada u diidan tahay. Hal anti ila nutfatun fi shanna, waxaada tahay un keliya can dhuuf yaro sibraar lagu shubay, yani macna mani markaa raximka ku dhacda way magalaanka. Wadaca hada nashiid almultahib bishatta almashaaciri نهاية لحياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواح. تحذن يضع يضو رنتي أولاليسة وضعتنا مشاعرتا إذا رمضا كالدوا وضعتا وحايا هيد مدي يضو صاف جرتي نرشي صحابي قوي يلغو مقعب عبد الله بن رواح وآه وحي يقدم به ويري وختم آخر فصل من فصول سيارته عتبك يقدم به نرشي سهلك وكسو قبب قببوه الحافلة بالبطولات اتبيني كلا الدوناء نرشا ايضو اها اما اها كو رنتي اي كو قرايين بطولات فربضان اي جيسين فربضان وموجي ما يدي تمركو جوغ الغنية بالمآثر والمفاخر اسلام اركانا كبوحي وعلى وحي لغو فانتمي لها المشرق بنور التقى وألق العبادة اي كبوح دي ومركا اي لأي فيسي تقوى ذا النور كيدا اسلام اركانا عبادة ذا ايضو بريق له. كان عبد الله بن رواحة يوم أهل نوره نور النبوة على مكة شاعرا فحلا من شعراء يثرب. مركي نور كان ديني جاء النبي نمضى النبي محمد أوليمد وصاع وقصو في حق مكة المكرمة نينك وحو أها نينك بياء افتهن ولا يقان وكو هو ون رام الدين وسيدا مرموقا من سادات الخزرت وحون أها وضي وضي رونتي ugu waaweyn markay taagan tahay reer khasrad iyo marka laga hadlay beesha. Fama in balagatu dacwatu alhuda walxaq xataa sharaxa allahu sadrahu lislaam, markii dacwadan iyada ama baaqan diineed oo dhegtiisa ku soo dhacay waa isagii markiiba u nuglaaday oo marxabaysiiyey. Fa wadaca sinaanahu walisaanahu fi taacati illah, warankiisa iyo warkiisaba waxa u geliyey ilaahay hoggaankaasi jalla wacala. Marka sinaan waa waranka لسانه وعرب كيس بمعنى نكا كما قارن يعني عرب كيس انه وحو كدفاع اسلامك ورنك قوتي اي وحو كدغالمي انه وحو كدفاع اسلامك. ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسولك صلى الله عليه وسلم انه راضي بيني. ولقد نافح عن النبي الكريم بشعره اعظم المنافحه واقواها وذاذ عن دعوته ببيانه اصدق الذود وانجعه وحا قبل يسا كدفاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفاع ماشي أبو سريسة رنت الدفاعي دعوة أن رنت بيان كيس يفتهنين إلهي سبحانه وتعالى أسيه أي كد دفاعي وأنجعه وأه بمعنى أشده تأثيرا هل كأقدم بيس إن سوغان تيقان وأذيك سنكرة من قبيعي وأذيك سنكرة رنت هل كابو مركز القارب. فأنزل الله فيه وفي صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك الاستثناء الخاص بمؤمني الشعراء وأخباره وأخيارهم. ضد كان مركي طبعا أيضا وقتنا يسود دقين سورة الشعراء آخر كذا وإله وليه والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون
dadka gabyaay waxaa ku dabafayla un keliya kuwa lunsan. Dabcan kelmadda ama aayaddu sida u dhacaysa si waxaad moodaa inay yara haydaartaynayso amaba ay tilmaamayso shicirka in laga wanaagsan yahay. Laakiin Xasan bin Thaabit kow, Kacab bin Malik laba, iyo Cabdullah bin Marwax saddexdooda waa laga soo reebay, waxaa lagu tilmaamay dadka mu'miniinta ah oo akhyaarta ah oo shicirkooda iyo gabaygooda u adeegsada diinka inay ku difaacaan. Ilaahay marka wuxuu leeyahay jalla sha'nu والشعراء يتبعهم الغاوون مركا سعدين يايو ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون بيادا أركيد تقوى بابا إن يسكن رحمي ريسان يعني. وحوى البقوة لغا هلا ويكا هلا وأنهم لا يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحي أفكا كل ليهين لو وح مركا آني سمينين ده تسكا هلا نقول ثم استثنى الله سبحانه كلا من عبد الله بن رواح وصاحبيه مركا سوحا لغا سوى الرب عبد الله بن رواح كعب حسان قال الله عز وجل من قائل وحو إلى هيري إلا الذين آمنوا مكة الله قربه قوى مؤمنين تأ وعملوا الصالحات عمل دون سليم وذكروا الله كثيرا إن فربنا إلهي حسين وانتصروا من بعد ما ظلموا إسلام كان هيد بلا شعرك مركي أي ظلم درامان يابي ظلم إلا جيستي أي شعرك مركا إسجع عليا ضدك قوى مركا ويكدوين ولذلك قفك مسلم كأه فنون با جرتا اي ثقافات كلا ودون با جرتا او لغو يقان دادك اهل الدين كأنا نعاين هدقا نقول نهي كاتيجوري على المانيين تا يرك فربضان ايوغ يباحيين فنون با جرتا ثقافات ايوغ المركا اي 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 كشا قيستان با جرتا قفق مؤمن كا اي ملتزم كا الهي شرعات او براي هدي الهي افرو فنون تا ايضا هدو اذيك سنه اداد دي سحر اهي هدو كالي الدين كا الهي لغو دفاعي ويبانانت ويبانانت من حي الهي وإلا إسلامك waxaa laga yaabaa in albaabka laga yimaado albaabka marka wuxuu u baahan rag runti arrinka u bambixi kara iska dhicin kara cadawgi faqafada dadka ay wataan marka wadan kara hadaba dadkan waqtiga marka la joogay adabku wuxuu ahaa الثقافه العاليه السائده انذاك ثقافه دي اي جرتام علم lagu faanto waqtigaas u ah ragga waxaa lagu kala bixi jiray suuq cukaab suuq adabiga ah nool bidaacada uu sito ay ula imanayaa waxa aad haysid oo ah adab baan halkaas la tagaysa ashcaarta lama qori jirin korka unbaa laga sii dayn jiray nin soo diyaarsan qalin warqad soo dul saaray ma ahayn halkaabu irtijaal la imanaya golo ka fool baa ahayd meesha markaas halka ku baahashi ku tirinaya dadka meesha joogana markiiba dhagahi ka rimayaan way qaadayaan intaas la isku oga laakiin qof intuu habeenki intuu soo xariiqo subixin uu la soo galo tago lama oqooni halkaas lagu kala bixi jiray cabdullaahi bin rawaax markaa iyo xasan bin thaabit iyo kacb bin malik waxay ahayeen afeenadii dadka muslimiinta ay ahaayeen aljaaliya almuslima muslim communityga markaa jiray ama bidaayadiisa islaamka ha noqdo ama marka uu islaamku uu kobcay kor u kacayba ha noqdo waxay ahayeen dadka marka spokesmanka u hadla ee mathala aljaaliya almuslima ama aljamaca almuslima si kale markaan u dhigo fahal hunaka akram karaama wa acazu cizan min an yunazil allahu fi sha'ni imriin qur'aana isweydiin weeye eh ma waxaa jirta sharaf ka weynin badan iyo runtii maamuus ka weynin badan miyaa jira inuu ilaahay qof bini aadam aayada ku soo dejiyo yacni in ilaahay subxaana wa qof soconaya in ilaahay uu kaa hadlo aayaduna ay noqoto mid la aqriyo ilaa qiyaami saaca wa an yutla nactuhu aladii nactahu allahu bihi aanaa alleyl wa atraafa annahaar sifadan uu raggaa ilaahay uu ku tilmaamay uu ku jiro cabdullahi bin rawaaxa in habeen iyo maalin la aqriyo bisha ramadaan soo qur-aanka intaa gaal lama khatimo aayaddaas aad aqrinaysaa mar walba waxaad ka hadlaysaa marka cabdullahi bin rawaax ay ragga la midka wa an tastamira tilaawatuhu ila an yaritha allahu alarda waman calayha qiraa'adaasuna ay noqoto midii iyadu joogtaysa intii ilaahay ardada iyo guudkeeda wixii ahaada uu ka dhaxlo idan macnaa waa sharaf meeshii ugu sarreysa qof bini aadam la siiyo shahida cabdullahi bin rawaaxa baycata alcaqaba akrim biha min bayca wuxuu goobjoog ahaa بعادي على العقبة أو شلع أبو لبابة أن كجها لأن الضبا رنتي مال إستاغن إيادة أبو نكسن وجعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحد النقباء الذين أمرهم على قوم ويقولون كجي الله يتوان كي شلع أمصات المعمد أمصات المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم سيدا قال كأرك الشيء وكمد عبد الله نروع فنعم المؤمر ونعم الأمير مركنين فنعم المؤمر والنبي صلى الله عليه وسلم بأمير كدي ونعم الأمير إستاغن أمير بالغدي الله بضبا وحي أهايان كوان مركا أد ونكسن ومنذ أسلم فتى الخزرجي نين كان دل يرادا ريا خزرج مالكو إسلامي لغب الله عزم على أن يجعل حياته كلها في طاعة الله قوان وحو قاتئة إنو نلشي ساو دنبا
أن قتمطع على إله كلي أهلا، فقضى جميع عمره عابدا مجاهدا. عمره يسأل الله كل ما يسي إنه إله عابده إذا ما كان جهاد قليل، قواما بالليل صواما بالنهار مالكنا وما أركتي سوم يهبينكنا صلاة الليل وتاغي نولي شيء انت سي نقط. طبعا ودريم كرتا قفل مركبي طبعا مجال كان أدبي أو قالو أنت في وادي هيمون أنت صدتك لا تكت ما لك كلا إيو ضمر الأمانة إيو فرض الله مشغولة إيو وحيدتك زينة الحياة الدنيا إيو أركيين إيو زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. أي نوع بشعر كي سوى ذلك لكن قليها كان وحي كل دفاع جرين هذا الدين وأنا لا بعنا مرحلة الجرو إن لهلو رج يجو مركا أركا وتاجن رنتي مسلمين تنبوسكا كجبهجن. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء أو كور رمي عبد الله من الراحة وحيد، لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر وعن حصوص تاب ولا أن أركي أني يسجع النبي الله سعنا سفر سفر هذا النبي كم إذا وقال يلا مال يكون يا مال آدي أكل الكيس ودرينها حصوص تاب حتى إن الرجل لا يضع يده فوق رأسه من شدة الحر هير وحن قال نقفك وقعنت مدح صارته كل الكبير درتي مركا قباش وغيرته وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ضد كماشا مسافرين تأسعوا لك كل جيرنا عسوا من قوم ينجرين إلا قفك مركو مسافر يهي ولا أقول يهي إنه أفوري لكن النبي عبد الله بن رواحة يوسون كويد ويسيوتين. بالمناسبة ما دام برمضان نعم كل جنو كمسألة فقهية هدان تلمان مثلا قفك بشهر رمضان مرك الوجره من رمضان سيدنا حد وكلا أن كل جنو أكلا قفكي السفراي ويوبا نانتا إنو أفوري كرا وأفوري كرا سون كي سنة ووضن كرا وأفوري كرا حتى هدي سفر كل لكسي سيح وقفك انتو ماشا كتبا أو غاري لكسي سلا سارة أو ديارة مركا فاس كلاس أو غلا أو فايف ستار وكدقا أو وواحد يبقى تحت دو سندريمين حتى وأفوري كرا لأن محايلة الشارع الحكيم مناط العلة وكل حيرين سفر إلا هلا وكل حيرين سفر كأنه سفر رنتي معركتي راحالة من الراحالة اللي قم حيرين سادرتي ومهم لأنه تعليل كمرك الله صمين المخارج مخارج مناط الفقه مرك الله صمين إن مقتضى الله فهم ومد الضباء والقوء قول هنا دفرت وشريعة كسيس وفي نفس الوقت والقوء قول هنا سون كاجي وذكرت ولذلك أنس بن مالك يقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم في سحابي سافر فمن المفطر ومن الصائم حن يسجد جنة قال يا فرسان يكو صوما فكان أو لا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر الصائم عيد عيد بحكي شيء يسمى كامل مله والمحاك شون سي وابا أفر وابا الوقوع قال هذا مله ما عرفت محل لا أفرت ما عرفت بالرمضان بالوجرة تكون هو باب ويحي أبو دي سأي مركز الإيماني وحي هل كان فقاد ويكون جمعين إلى هذين أدي يكون حرنت هذا درينت إن نشاط لا يدها ومرك الدمان أتكب قني سي قال هذا إني وقتك لو كون نقطه سوان كاي ودوران كتا هدي الله ذا نمي وان كفا إذي سانا إيضا ويكون بنات. ولقد شهد ابن رواحة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر فأكرم بها من أيام وعظم بها من مواقف. عقب جوج عبد الله بن رواحة معاركة أيضا يقابها كلا دون الدقالات بدر بوجوج حد بوجوج الخندق بوجوج الحديبي بوجوج خيبر بوجوج يعني سنة كلا بعض إلى سنة كي تضبط وإنت أول حيس يعني بدر والله سنة كلا بعض خيبر نوا سنة كي تضبط وإنت أس إنت أول حيس الدقال بوسو تكنا دقال بوا طبعا مركز الصحابة للربعين قراد الله وتحو والله تلمامة إلا هيرك إدل العسيهين وحالة المامة جوابها يجوب جوجا هايين بدر بو جوجا هدي لي هذا مثلا غزوة أي كأت كيدنا ضدكو رنتي وأي كمر مقصنا هايين أو سجارة مرك أيا ضدك سو شأن يقول هاي ولا يكن النبي صلى الله عليه وسلم وطنه لي هاي إلهي أنتم مطالع عايستي أهل بدر بروح افعلوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم واحد دون تصمي إلهي بدر بجنة دافل هذا مواقف تاس أكرم بها من أيام الله وناك سلاين من المها وعظم بها من مواقف مواقف تاس من مواقف أدوين بيهان. وفي سنة ثمان للهجرة سنة سديداد هجرة مكة القارب بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ب3000 من جند المسلمين إلى بلاد الشام للقاء الروم واختبار أمرهم.
سنة زيادة مركز اللي قاره هجريدة نبي يقول حود دري عيدا ككوما اللي سدح كن وعسكري ككوما وصحابة دي وحالله صعدة حق بلاد الشام وحالله بحيا إن الله دقا على من يمكن روما رومان كا إن مركز اللي سوء قادة بل أبودو دا معدن تودا أما عجين كودا ميلا صاروا. وقد أمر على الجيش مولاه زيد بن حارث ابن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم أمير كان لي زيد بن حارث زيد بن حارث حارث دقاق إذا كان أنت لك أضع كأه أبان دول أضع وقال مرك النبي قدر دار مكتقي لور جن وأن صبر تغزو تسوم أنت مرك أم كهل ليني النبي يقول حيري إن قتل أو أصيب زيد هدي زيد لديله أما دابع وسوق جاره لأن قف مرق دابع يمادن رنتي مش ما وضي كره دقالكي فقائد الجيش جعفر بن أبي طالب وحاه قال لو ريقي جعفر فإن قتل أو أصيب جعفر هدي جعفر لديله مرك شهادة أي قتل ماضه أما با وحسوق جاران فقائد الجيش عبد الله ابن رواحة وحا كوحي عبد الله بن رواحة مرك عبد الله بن رواحة وحا نينكي سدحات إيه لو مقعب إنه قائد نقضه هدي دعضه إن قائدك أم أبان دولها حربده قامين أي هلك أمركا وإله كل كلمة وشهيده النبي صلى الله عليه وسلم سيدة تكتيك إيه ودجيني وعن مقاطعين وحي أم مقضان لأنه عن وحي وي مركب سنة بيحو الرعي هدنا فإن قتل عبد الله بن رواحة أصيب هدي عبد الله إسنال لديله أم حسوه قاران فليقتل المسلمون رجلا منهم يجعلونه أميرا من عليهم إيجا المسلمين تقول تال مركز إيجا هاد دورتين عدة أمير كان لها يانو عينا كأودي بالهين إيجا هاد دورتين مركز كو إلابي إصدح بالنبي كان مكعابي إنتا وحي داف سيسان وحال لقربا الجيش عيدا كان ماشي الجوغة أفر تكون كوكوبا إنت مركز نول باقي قاة إن إيجا تشتانو أو أي لصو بحان عدي مركز هقام اللهيد سيوذ اللهيد عيدا ولما هم جيش المسلمين بمغادرة المدينة مركي طبعا لقاري إن عينك مسلمين تا أي كالدقاقان المدينة المنورة جعل الناس يودعون جند المسلمين عامة تقول حب الله من مركي إن عينك مسلمين تا لسيس ويخصون الأمراء الذين أمرهم الرسول الكريم على الجيش سجارة وحي أسقوتين يين بدكي أمراء أها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمك عدبي إن عينك مركه هجاميا فلما ودع عبد الله بن رواحة جعل يبكي ملك اللي سوق قاري عبد الله بن رباحة كل كيسي أما توك كيسي أما تبين كيسي ملك اللي سوق قاري هاي إني مع سلامية بوين اسمه مركا الكابر ولا بعد فقالوا ما يبكيك يا ابن رباحة محكا وهي ويودين فقال بحير والله ما يبكي حب الدنيا الدنيا يا جماعة يسمي الدنيا جعل كي أقول لما أوهي ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار حيث يقول عز وجل كلية وحك لما هنا وحدقه كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم استقوا أقرنا آيات نار تلقوا حصي إلى إلهين أولي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قف كسؤني كي نكمل وكي أروري دونا وأنا أرن إلهي سبحانه وتعالى وقامي وقوي ومره اللجان قوي وأنا أهل دوني وحيل فأيقنت بالورود إن أنقلي دونه إلا النار ولا ما ردونا جسري وحديث كتلمام هو نصام رئيسه وعدار شري حيسة وحديثي مسلم يحديثي كلبة المركة بوندضا ير تنتا كجي العسان ومركة صال الله بيقو ماشي وقف وقود بدونه مركة ورود كوئي مغضاب إن أروري دونه ولكني لست أدري كيف لي بعده بالصدر لكن ما قران كري إن فولي دونه إن أروري دونه ونوغهي لكن فولي ديبانا نوغهي إن كقود بدونه ولما تحرك الجيش مرك عيدا كمرك دقاق قال المسلمون حين صبح صحبكم الله ودفع عنكم وردكم الى اهليكم كلمة هذا ليس دور الهي هذين لجرو الهي هذين الى اليو اذن كنا نبقى ونصور العلي فما ان سمع دعاءهم بان يردوا الى اهليهم حتى انشا مركم مقلي ان يددك وجود عيني ولي يدب اصول الله اذن كنا نبقى نوصل الله بو مركي وتح او ان لغا في سن مركي وتور لانه شاعركو شاعر وحلو يري درينكي سو كهلا قال ان يبوك ما درينكي سو كهلا درينكا نور بو انو كلا سود لكنني اسال الرحمن مغفرة
وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد. وحيل لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وآي هاي بيقول لكن إلهي أنوح ويدي سند ملاف، وضربة قرع نويدي سند إلا يقول لفته ذات فرع أو آدي آد رنتي أحنون بضن تقذف الزبد أوليك سا مركيب أصاب برقان إن لا يقول لفتان ربابي، أو طعنة بر ربابي إن أما وإن ورن سا لك يد سيو بيدي حران ومركان قف يسوي ليجا وهراذا يعني قف عدو ليجا وهراذا ومركا وصوت ريبان رباوي تاسو مجهزة إسلام مركانا جيردي أن مركيبة إيرد حقا إيجيردة بحربة بالربابي ورن اللي قد حدسيو تنفذ الأحشاء والكبد أو على الهيستو لن يركو جرت إبارك ديود أصو صارس، حتى يقال سين لو يراد إذا مروا على جدثي مركي قبري كي ماذا أرشده الله من غاز ونكا كان دول غازيقة إلهي باهنون وقد رشد إلهي باهنون انت صار ربي، لكن صار نقول أظن نبضى إيه نقول الرجال العليا أظن صحيح وتأمل مرة ربي وحن ربي ماشي إن أنا لقتبة أنا كسو قادم بي يعني وحي أنا صادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله أيضا صلى إليه وفعك قال لي أبدك نوكل في الأمر مرة بإنا جدا هذا صلى الله، لكن وحن ربا أددوا مرك إلهي كبر إياه حتى أن أنت إكريه ما شهد أنقار وحور ربا بهل حربضه ورن وساء الله لي وصوته ري من حوق بدن إذا مرك أن عدبتني ما دي حد وكم مغضو إنه ساء وقال لحدوسي مرك أسعى على الله هايستو لنبا يوحى الله بيحي كجل مع البارك الوك إسلا صلى الله كده من هلقى قبر يسيء النقضو قبر مرك عبران نقضو. ولما فصل الجيش عن المدينة إذا كي مركو ساء وقاب حي مدينة منورة كان ابن رواحة يردف وراءه فتى يتيما يعيش في حجره. ابن رواحة وحوفا قشنا دا بدأ وطو ويلي رد أن يرأى وأقونا وقل يسكن ولا وهو زيد من أرقم نك الله قال لي زيد من أرقم، فسمع الفتى يخاطب ناقته قائلا وهو مقلي ويل كايا عبد الله بن رواحة وهشي سين الله الله عشان أقدر دارنا إذا أديتني وحملت رحلي وقبلي مسيرة أربع بعد الحسى فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. إذا أديتني هداد إجار سيسيد ماشي أن ربي وحملت رحلي أني غرركي غنا آد رارتيد مسيرة أربع أفر أريفوف بعد الحسى ماشي أن إجار سيسي أن أسعن فشأنك اسكت شصع فانعمي هكون مع تماشي كدهان سيسع وخلاك ذم إتكو هاي ستنا ملا ولا أرجع إلى أهلي ورائي أنه ديب وصل الله ما هي سيسعو عندي كافئ دي سنة سيدة جرتاي هاشينا وصيفة صح. فطفق الفتى يبكي مركا نيك ويل كلا السعودية زيد من أرقى مركي من إسنبو أوهي فخفاقه ابن رواحة بالدرة مركا سوحو لدعى ألوهتي جو ما عليك يا لكع بويل ما عليك يا لكع نعسهم هذه هوشنكو قليل إن يرزقني الله شهادة دي أن يرزقني الله شهادة دي إلى سبحانه وتعالى إيه قدره إن هلك كل شهيد أدو محاو قليها وشان وترجع أنت على رحل هذا إلى المدينة أدو قادة دا أبدا دي بقول الله المدينة منورة وحبا أضح لي صاحب لكن هو شان صافر قشان. ولما بلغ المسلمين أرض معان في الأردن مسلمين توحي سعداء ومكة إذا كي لول كان معان لي لقوم مقعار وإقايبة أردن حكتائي في مادين ومركي ماشي مادين عرفوا أن ملك الروم قد نزل في منطقة البلقاء غير بعيد عنه مركب وحا أصب بحدي طبعا وقتاً مركب على كارتينيو أو الاستراتيجيات إلى دجينيو وحا أصب بحدي إن بقر كالروم دقال كأي وسعودين إنو سود دقي منطقة لغم البلقاء أو هل كأيجا بروسيما هاي ديكتين روكتا يكال ديكتين أن كفوغين يعني مال سيدو ده يعني ساو كفوغين وحا كلو أي حك هلان ومعه 100,000 مقاتل من الروم بقول كن او رك دغال يهنا او رومان كين اني هلكا دوبان يهين او ديار ايين هيغان كاي كوجيران marka adu waxa sabab barigta 3,000 oo safar ka ogeyd al madina munawwara kasoobaxay ilaa halkaas maray
sahayda dadka waqtiga noolaan wax badan oo buuran aanay ahayn iyo boqol kun oo niman meeshooda joogo halkaa iridi balqaan iyo meelaha albalqaa aan ka fogeyn aduu qiyaas dagaalka marka wamacahum mithluhum taa waxaa kaaga daran boqolka kun waa la gartay wamacahum mithluhum min nasaara alcarabi min qabaa'ili lakhmin wajudhaamin waqudaacata wagayriha waxaa kaloo ka daran intaa in la-eg oo ay soo bahaysteen oo huwana oo ka kala yimid qabaa'ilkii kala duunaa ee daamahooda iyo geeso daafahooda ku noolaa oo isagu jiraan lakham iyo judaam iyo qudaacana ay ku soo biireen haddii ciidanku boqolka kun ahaan waa la garan lahaa boqol kun walidaalika marka taariikhdu ay ka hadlayaan jeishka cadadkiisa waxaa lagu timaa 200 oo kun waa tan la yidhahda bimacnaa waxaa lagu daray romaanka keliya maahan qabaa'ilkii carabtaana way usoo gurmadeen aqaama almuslimiin fii macaan laylatayn muslimiintu marka waxay laba habeen ku nagaadeen meeshan macaan lagu magacaabo watafiquu yuwaazinuun bayna cadadihim alqaliil wa cadadi caduwihim kahiir waxay bilaabeen marka inay isba bardhigaan tiradooda yaroo fara ku tiriska 30,000 oo meesha rabta inay dagaal ay gasho iyo 200,000 oo ay rabaan inay u babac dhigaan oo ciidan lixaal laho caram raho oo runtii madaxa aan la gelin karin ah tiibaa la isba bardhigay markaasi waxay yidhahdeen waqaaluu naktub ila rasuul sal allahu alayhi wasalam wanuuqifuhu على الأمر ثم نمضي إلى ما يأمرنا به هرت الرسول كان انتان أقرن ورقد دنبال أقر أن هرت ورقلين أن أشيقنا حالة وحاية هاي إيه ملابسات كما يشكي جيران ورقلين هدو النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا وروح بها وجوه إن سيد حدينا كون دقاقة ماذا حام قلين هدي كالانا النبي نور نحون إنو ترى دي ما الله من فقال عبد الله بن رواح عبد الله بن رواح نين سوق جيري تقايا كجيرا مركب هذا أبو السعود يا قوم إن التي تطلبون قد أدركتموها وحتى هذه الإنسان أصاب بحذان وهبط هشان ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة أنه دقال كما كان قال إنه تتك تريبني أودي مرق وما دقال لما إنه وإنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا به وحن كل دقال لما إنه وحيته والدين كان إلهي إنه كرامي أو إنه شرفان وكل دقال تقل إناي تيرا لغم دقال تقل وكذا فانطلق ورعاه حكده يسعد فهي إحدى الحسنين laba wanaagsan midood midood weyn ana laba midood baad heli doon imma nasra imma il rabbi inaad heshaan ood guuleysataan wa imma shahaada min halkaa lin kulla do'o shahiidaan labada wax ka maxay markaa mala xiira marka laba laba intaad naga deysaan socda fasajaba aljaysh ila ma daaahu ilayhi ciidanki arrinkii u dhag raariciyay ila waa nin hogaamiye waa la dhageystay wa sharaca yuciddu alcuddata liliqaa alcadu kadib wuxuu bilaabay inuu tababashaysto wa fi lyowmi ltaali maalinkii ku xigay نهد الآلاف الثلاثة للقاء 200,000 سدح ذي كن وهي مركبة كورك قليين لاب قل أو كن أو إيذا والتقى الجمعان عند قرية مؤتة لبضة كوحود وهي هو كل من ما قال الله مقعد بعد مؤتة وغزوة صوت اللي هو بحي غزوة مؤتة كان يتقدم جيش المسلمين زيد بن حارثة إنك مسلمين توحاه قامين زيد بن حارثة وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وحوها نك بندير رد أسيدة أين كمسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسوق عن تأجلي يحيري أذان أرهاش ماشا صوشا سكود يبتي فما زال يقاتل حتى قتل مقبلا غير مدبر إسنا دجال بأم بوجلي السقط دجال لما يه وعن دبر كسود جيدين أو هر السعد بوهلكا كنا فوائي وكو شهيد وزيد بن ثابت نحن مركا دنبي من النبي صلى الله عليه وسلم وداركي دونتان مركي باشي مركي ووريغيسا ورماح الرومي تنهار من صدره إذا ورمها روم أي سواقنا يان وسيدا سيدا روب كي وغشب ميان لابتيس يا كوحيغا مركا هدي اللي ديلو زيد يا كوحيغي جعفر فتناول الراية جعفر بن أبي طالب calanki bandiiradii amaba calankii la siday waxaa markiiba la wareegay hoggaankii ilaan calanka wuxuu ka dhigan yahay in dabcan haddii dhulka uu ku dhacan ciidanka waa laga adkaada cidda sidaana waa qof mar wal amiirka ah jacfar baa la wareegay jacfarna waa akhu cali radiallahu canhuma wasinuhu fi shajaacati walbas cali bn abi aalib ula dhashay jacfar bn abi aalib cali bn abi aalib kama soo ka dhaco cali bn abi aalib markay taagan tahay geesinimada iyo dagaalyahnimada markay taagan tahay نن اسنا وحوا سيدي علي بن ابي طالب ودك الله وخاض المعركة كما لم يخضها احد غيره اسنا الدقال كي وحوا قال سي ان عد اسق الله بيده اني ودك الله فلما حمي الوطيس مركي الدقال وكري حربضوا اي دراتي واشتدت وطأة الروم على المسلمين
نمنكي رومنا اي موقته ان جعان سريان او اي مسلمين تك جعان سريان او باشو اي دنكود وسي لي عيسى لبته وثب عن فرسي مركز ساو كبود فرسكي وعقر قوائمها بسيفه مركز فرسكي مركيبة بقوم قوي وأوغل في صفوف الروم مركز لح جباحي عيدا كالروم لحد القلب مدح سقطور وهو ينشد وقبيا عرف كسارين لبدا بالشمال إنه نقاجيا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها طن إيضا مركا ورجي بوتورت يا حبذا الجنة الله الجنة وناك سنين واقترابها وسود واتو طيبة وباردا شرابها شراب كلا قعب بي جنة دانا ميد مركا ودقون وسلا مركا أنا معان بدن ويه والروم روم قد دنا عذابه روم صومها هدان فرح ككوين النبي العذاب كذا سود واد كافرة بعيدة أنسابها ميد إله كقالوا ذي مركا نسب كذا النجفه جهي علي ضرابها كان أسود بود مركا السارة يسيد وحا أنيق السارة إن جودة كسره إذ لاقيت هدان لقلهم مركز ولح جباح ثم اندفع يجول بسيفه يمنة ويسرة حتى قطع دمين مركز مرب حقا بذيك النقاقا تكتيك حرب مرنا بذيك اسكت تورا مرو مال مركو سا اسكت تورا أي مركز دمب جعانتي بذيك رف لك السي فتناول الراية بشماله على كيب هدان ضف يري وقعانت بذيك قفصد ومضى يقاتل هدان وسيس عود حتى قطعت شماله تيك جعانتي بذيك هدان رف لسي فأخذ الراية بصدره وعضديه مركز الله تكوك بصدها الدنا إنتي سهرتي ثم ما زال يجالد حتى قتل مركز الدنا هلك كسي إلا مركز وكشهيد عند ذلك وجعفر مركي أثناء سيدا ليري وحالة دا يكون عضي تحذن يان هلما من أفقا إيقا في وحا إسكالي جعفر تقدم عبد الله بن رواح عبد الله بن رواح صوت دقائق وتناول الراية بعد أن رأى مصرع صاحبه عن كثب مركو أركي إن زيدنا مال لديجي جعفرنا مال لديجي ولبدو ذا أي هلكا أي كنا فوايون وشهيدين مركو أركي مركا أصاب بحري إن الدور كيس اللي قالي وتناول الراية مركا سعلا كدفاي مركي ساحب ذي لديجي فجعل يخاطب نفسه مركا سبب الله إنه إصلاح الله وكان مركا تحدى أن مركا كوخل دا مركي يا نفس ألا تقتلي تموتي إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت قد عطيتي إن تفعلي فعلهما هديتي نفي كل هدان لقدين وضع لمن دونتها واتنجيري دي نوتي ميدو قصليتي بمعنى وضوبا بحضي ما لو قال لحني استملها وما تمنيت قد عطيتي وحاد رنتي يدي شان إن شاء الله هيد إن انتار نفط الله الله يعني واتلقسي إن تفعلي فعلهما إن تفعلي فعلهما هديتي هدي وحي أتمني نيسي التي ما دلني وادهم انت ثم نظر الى سلفيه الشهيدين وهما مدرجان بدمائهما مركز الساعة ام العسادة لبدي صاحب ولبدي نين زيد يو جعفر او هلكا لقول لك ديك بحيا اما ديك جودي مركز دح جيفة فهابت نفسه الموقف بعد بعض الهيبة مركز حقا بغدين صغش لان بمعنى واحد اركتي دتك يؤتى هذا سال لقول لك دو ديك جودي لح جيفة وتردد بعد التردد وتردد بعض التردد حقا لولا وين بصغش فأهاب بها يقول مركز سي حماس له نفط انتو قيلي بتحري ان قصب باللبن يروحي اقسمت يا نفس لتنزلن او لتنزلن او لتكرهن ما لي اراك تكرهين الجنه هل انت الا نطفه في شنه والله والدقاقسة والدقاقسة مولو قصب ما هذا الجنه نعيسة ما هذا يوحان نطفه تاي مويان عن دوف استبرار كجر بمعنى من يرو رحمك المقالين كود عن بعض هاي ثم حمل الرايه مركز الدور في سال سوق جاري ورن كيبو على كيبو ضفي ونزل الى ساحل الوغى هلك اي بهاش كسعت قوض كدعيسو اي قال وهنا جاءه ابن عم له بعظم عليه شيء من اللحم مركي ماشي مريسا نين ان اديركي وعيدنكي كجري اي وحو كان لف ير او ير عد ير هلي وساري وقال له مركز حكيري سبح الله الله شد بها صلبك دبرك كو اكي سمي حقايل نفتك وسعشو فانت لم تطعم شيئا منذ ثلاثه سدح ما الموت وحن قولي كاد دقي وحد انت ما اركينه بل انت ير اود كرادي الا دقال بعد جليسه فاخذ العظم من يده لفتي يرد بو قادي
ونهس منه نهسة بأطراف أسنانه إن يبو مركا يرسا مركا إن يبو مركا كالغوست وفيقلي حتى غير أنه ما لبث أن رأى مصارع المسلمين أمامه لكن أنتو إسلام بل هيدو كان حوالا يرى في انفيرنا أو مركا كعن لفتن أيو حركة المسلمين توصاوسي هو بني والدقال كي أسعوده فقال مركا شري بئس الرجل أنت يا ابن رواح ساقع سلاح الله ننحن بات ابن رواحه يقع هذا كله وأنت تأكل الطعام وحنا الله نمهر تالي كل عين أدور راجين بعد عشان تكون ضريقة سامية ثم ألقى العظم من يدي مركا سلفتي تور وجرد سيف مركز سيفتي قال كلا بحر وأوغل في صفوف صفوف الروم لا يلوى على شيء مركز اسكت لحداي عينا كي معركة لحدوده يسوغ مالنا أنا من إحسانين ثم إنه ما زال يقاتل الهوى شهيدا ده قال كي أسيو إلا وكشهيد رحم الله عبد الله بن رواحة وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم رسول كان رمبو الشاقي فإنه كان يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة إنه جعل مجالس الملائكة يكف عنه مجالس مركينا مجالس الجهاد يكون صباح وإلى هنا وبالله التوفيق.